بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن المسلمين عندنا كنوز نجاة العالم، ولم نستعملها لنجاتنا. أهملناها وهجرناها، مثل البيت الذي فيه 5-6 غرف مثلا، واحدة غرفة مهجورة، ما أحد يذهب يقول هذه الغرفة اتركوها اتركوها، والكنز فيها، كنز العالم المتقدم المتطور يبحث عن حلول للمشاكل، وعندنا الحلول، ونحن لا نحل مشاكلنا إلا نفعل مثلهم. حتى لو دخلوا جحر ضب دخلنا، فين حل المشاكل؟ تعالوا حل، نبحث عن حل المشاكل بعيد، وهي في الغرفة جنبك، غرفة، والحلال أقرب إليك من حبل الوريد. إيش تبغى؟ أداك خزنة، أقال أنا قريب، أقرب مما نتصور. ماذا أقرب من حبل الوريد؟ وفي الخارج نقول في قوات في 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 يعني حل المشاكل في الخارج. لا، نختار من هذه المشاكل العالمية اللي مدووش ودايخ فيها المسلم وغير المسلم، لكن المشكلة من المسلم، هي موجودة عند كل الناس، لكن احنا عندنا كتالوج صغير يقول لك شوف في هذا المكان كذا، وهذا حله كذا، وهذا حله كذا، لكن شرط واحد بس يكون عندك. كتالوج ينفع بس بشرط واحد، أن تؤمن بالله، تؤمن بالله. تؤمن بالله أنه أقرب إليك من حبل الوريد، وأقرب لكل بني آدم من حبل الوريد، ليس أنت فقط، كله أقرب إلى حبل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هذه آية عامة للمؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن لما يتخلى عنه أسبابه يقول يا رب، على طول يلجئ الجواب، على طول، ما في فرق، ليش؟ هذا ربك، هو متولي شؤونك، أنت نادي مو بالصوت كذا، أقرب إليك من حبل الوريد، كيف تنادي؟ لا بأس تستعمل الصوت عشان نشطك شوية، أو الكلام موجود، ولكن أنت اعتبر أنه سمع، انتهى، أستغفر الله، انتهى، غفر. الشيطان يخلي لك هذا الذنب، يذكرك إياه كل بعد فترة، كل بعد فترة، أنت خلاص مستحيل، ما لك طريق إلى الله، خلاص انتهيت، أنت انتهيت، انتهيت، عيش في الدنيا، استنى جهنم. وهو يقول ولو أن يعني أتيتني يا ابن آدم بقراب، شوف الحب، لو أتيتني يا ابن آدم بقراب الأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، يعني لا تشيل همها، قراب الأرض، أيوة قراب الأرض، أنت ما سويت قراب الأرض، عمرك كله كم؟ 60 سنة، كل سنة 10 جرائم، واحد قتل 99 نفر نفس، وجوه في شعلة يعني إيمانية، يبحث يبحث يبحث، وإلا اللي قتل 99 قتل نفس واحدة قلبه أسود، لكن هذا قلبه أبيض، عارف إن لي يا رب، ولكن بيئته هذه طفشوه، سووا وهو ما يهمه، يقتل شجاع وقوي، جابين يعني مجرمين، يعني بيئة فاسدة، ويقتل أي واحد ينرفز لنا طخ، وسلطه الله عليهم. فالمهم جاء الواحد شيخ، الشيخ العالم لابد يكون عنده الرحمة، الرسول رحمة للعالمين، أنت قريب من الرسول بالحب وكل شيء، لازم تزداد الرحمة أكثر، إذا نقصت فأنت بعيد عن رسول الله، عندك العلم لا بأس. فجاء الواحد
فقال له أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ شوف السؤال، توبة يعني رجع 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 إلى ربي، أنا خلاص يائس يعني، أنت من بتوع ربنا، تعال شوف لي طريقة. وهذا حارس يصد عن الله باسم أنه قريب من ربنا، قال له قتلت 99، فين لك طريق إلى ربنا؟ أنا هنا جالس حارس ممنوع. قال له ما لك توبة، منتهي أنت، أنت منتهي. يتألى على الله، حتى لو في آيات عنده ما يتكلم، يقول إيش دريني، لا أعلم، صعبة. فقال له لا ما في ما في. قال الطاق سهلة عنده، قتل 99 تكمل 100، يلا مع السلامة. وراح برضه ما يأس، شوف الحب عنده، عنده حب مخفي لله، يبغاه يريد الله، ما فكر في الذنوب كثير، أنا لازم أجيب ربنا أتقابل معه، ما أجيبه دحين الناس ينتقدون يقولوا أنت تجيب ربنا، يعني عندنا في اللغة اللهجية لهجة الجماعة إياهم، يعني أسوي كل شيء حتى أحصل على مرادي. فالمهم راح برضه يبحث، الآن بدأ في رجال الدين هناك 99، هذا واحد بيكمل 99 رجال دين، فراح وجد له واحد معاه آلات القتل موجودة، وجوا في آلات الحب. عاد شوف، قال له يا شيخ أنا قتلت 100، هل لي من توبة؟ قال له ومن يحول بينك وبين ربك، شوف مطوع حبيب، من يحول بينك وبين ربك؟ إيش الذنوب كم؟ 99، ربنا بلا حدود، عنده رحمة. قال له تمام، قال له تمام، قال له بس شوف دكتور، قال له البلد اللي أنت فيها لا تروح لها، ما قال له حتى السوا والطاعة والتوبة وإيش طريقتها وأساليبها ولا شيء، أخذ اللب قال له هنا ابتعد عن هذا المكان، اخرج اخرج، في بلدة في المكان الفلاني اذهب إليها واعبد الله معهم، ناس عندهم حب، بيئة الحب، بيئة حب لربنا ربهم وحبوا بعض طبعا. واحد هذا اللي ما قتله روح، لأنه فتح له الباب، أنت تبغى، أنت تحب الله تبغى الطريق، هذا الباب تفضل روح هناك، بس غير مكان. وراح ما عاد في الطريق، جاءت ملائكة الرحمة لأنه متجه هناك، جاءت ملائكة العذاب، جاءت عمره ما سوى شيء، متنازع معانا لا معانا، لا معانا معانا، للجنة للجحيم. قال سمعوا النداء من الله، قال قيسوا ما بين البلدتين، الأقرب إليها تأخذه الملائكة، فقاسوا، فالله أمر، شوف الرحمة جاءت كمان برضها، رحمتي سبقت غضبي، أمر الأرض اللي هو جاي منها، قال تباعدي هذا المكان، قال له طالت المسافة، والبلد التي هو ذاهب إليها التي فيها الناس الطيبين، قال تقاربي. فالملائكة هذول ما هم دارين أنه ربنا سوى حاجة قبلهم، قاسوا قالوا قريب هنا خلاص، يلا خذوا يا ملائكة الرحمة، ودخلوا الجنة، ما عمل خير، ما عمل بالجوارح، ما عمل خير لكن بالقلب، وهو يعمل السيئات كان عنده خير خفيف، ويزيد 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 حتى وصل لازم أنا أغير، يعني لو عاش عند هذولك مليون سنة بيكون كويس. خرجنا برضو ما في فائدة، الحب هذا يودينا في دواهي. فعندنا مشاكل كثير في العالم، ونحن المسلمين من العالم. الصحة الحل واحد، مشكلة إن الحل واحد، وتجد من سهولة بمكان، بس حل واحد معروف اسما
ولكن لو تحقق حقيقة لا تشكو أنت من هذه المشاكل، وتجد هذا صحيح في حياتك، في مسيرة حياتك. بس غير الداخل، ما لكم ولا اللي برا، غير الداخل. وسهل، مو مسألة صعب. الداخل الصعب اللي برا، لأنه في شغل ربنا هو اللي يغير. يقول لك لا يغير ما بقوم، مرة ما يغير، جالس جالس تقعد عمرك كله في الحال، تقعد غير جوا، فيش مشكلة جوا، أنت من تعرفها اسأل، فتش، اسأل من، اسأله هو، ما تسأل برا الناس كلهم تعبانين ويتعبوك أكثر. أسأله هو وأقول دلني، أنا بأخرج من هذا المأزق اللي أنا فيه. ولا تشكو للآخرين، اشكو له هو، بث حزنك له، بث خوفك له، بث الرعب حتى له. في واحد جالس على الباب، أول ما أخرج من العمارة ما أحب أخرج علشان مؤذي، مو يا كذا فوق أنت تسوي كذا، لكن هو أقرب من حبل الوريد عندك وعنده. شوف العجب، لو أنت لجأت له صح، أما تلجأ تقول أي الله مستحيل، لازم هو الشيطان يحطه، لازم عندي صلاح كبير علشان إيش، أدعو يستجاب. كم واحد في التعليقات يقول كيف يكون دعائي مستجاب، يبغى يدمر الخلق كله. ما يعطيك ربنا، أول شيء صلح جوا ويصير مستجاب حتى بدون تتلفظ. طيب المشاكل، مشاكل العصر، الصحة، الرزق، الرزق، وظائف، شوف السيارات في الصباح، روح الطيارات، كله للرزق. الصين، يابان، كله يرسل مخترعات عشان يجي له فلوس، وانت تشتري، وانت تشتغل عشان تشتري، وحوله حوسة. رزق، صحة، صحة، شوف ايش صار قبل فترة قريبة، بس قضمات وحضر وحوسة ومدري ايش، فيروس خطير، وهذا ما خطير، اقرب اليك من حبل الوريد. الصحة، الرزق، الماء، ثلاثة، الرابع، الأمن، اللي هو الخوف، عكسه الخوف، مشكلة الخوف نبغى نحلها، نكون آمنين، آمن مرتاح خلاص. رزق متوفر، مطمئن للرزق، مطمئن إن صحتي ما يجيني أي مرض، حتى لو مهما كان تحدي يعني في الصحة والرزق، اطمئنان، والماء اطمئنان، لأنه في رزق ما في موية مشكلة، موية والرزق والصحة والأمن، أمن. دخل هذا الإنسان اللي عنده هذه الأشياء وسط غابة، ما يحس زي أي واحد ثاني، ها إيش فيه، يمكن يجي من هنا، يمكن يجي من ينام، ولما يصحى في الصباح يجد آثار حيوانات ما مسوا شيء. أحد يستطيع يعطيك هذا؟ موجود عندنا في الإسلام، موجود، وجربوها ناس كثير، كانوا يسافرون في الخارج ويضع دائرة حولهم لما ينامون، ثلاثة أربعة سبع أنفار، ويقرؤون آية الكرسي وهم يحملون الدائرة العفو منكم، ويجدون في الصباح أثار الحشرات والعقارب، ثعبان، أي شيء لا يصيبهم. الألفاظ موجودة في زمن الصحابة، والآن موجودة عند هؤلاء، وموجودة عندنا، ما تنفع عندنا وتنفع عند هؤلاء الناس المؤحياء، وكذلك الذين كانوا في زمن الصحابة. ليش؟ لأن الشرط الوحيد لهذا كله حتى يتم الإيمان بالله الأقرب إلينا من حبل الوريد، والإيمان بما يقول قرآنه
والإيمان برسول الله، إيمان بكل شيء من جهة الله. إذا قال إذا قلت بسم الله كذا كذا يحصل، أنت تتأكد 100% يحصل. يعني مرة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد يشكو له، يعني قريبه كان عنده إسهال شديد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، راح سقى العسل زاد أكرمكم الله الإسهال. رجع قال رسول الله زاد استطلاقا، يعني زاد الإسهال، قال اسقه عسلا، راح مع رسول الله ما يحتاج حبوه، فراح مرة ثانية وسقاه عسل زاد أكثر من أول. رجع للرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، يعني العسل هذا ما في فائدة، يعني زاده إسهال كثير، قال اسقي عسل، صدق الله وكذب بطن أخيك. نصدق كلام الله، نصدق قول رسول الله، ونكذب ما نشاهد. نشاهد عكسه نقول مو صح، شوف قال مو صح، صح كلام الله. لما تسوي كذا يخرج الغبار الموجود، إذا كان ما بقي إلا غبار، هديت العمارة بس بقي غبار يخرج، بس أول هد العمارة هذه يبغى لها وقت، تمام؟ مو وقت، مو هو وقت يسبب اليأس، لا، وقت قليل. كم مضى من عمرنا في 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 التعب؟ نقضي عمرنا في الإيمان واليقين، وقت قليل نقضيه. فالمشاكل هذه اللي هي إيش؟ الصحة والرزق والماء، الماء حله في صلاة الاستسقاء، ولكن ما تضبط، لأن الشرط الأساسي الإيمان بالله، إذا دعوته يجيب، ما أجاب أرجع مرة ثانية أحاول. إيش هذا؟ في خلل، الكلام لازم يقع. طيب ما وقع، عندك مشكلة، ما هو عند الله ولا عند الصلاة. يعني مرة أنا ذهبت لإمام يعني زيارة، صلينا صلاة الاستسقاء عدة مرات، ما صار مطر ولا أي حاجة. فبعدين مختصر يعني قلت يعني مثلا لو أنا إمام وصليت بالناس يا رب نزل مطر، ما نزل. مرة ثانية صليت ما نزل، إذن أنا أتأخر ها وأقدم واحد ثاني، يقول يا جماعة أنا صليت مرتين يمكن في عندي خلل. لكن الأئمة لا يصرون، هم اللي يمسكون الموضوع، جاء مطر ما جاء مطر منا مشكلة. في مانع؟ ما في مانع، لكن لا يفعلون. لماذا؟ مصالح مادية، ما يترك الإمام مصالح مادية. ليش؟ لأن هذا اسمها صلاة الاستسقاء، اللي سماها الله، سماها رسول الله، يعني تصلي لازم تيجي مطر، ما جاء مطر في خلل عندي. إيش هو الخلل؟ أنا أصلي أزكي ومنتهي المنكرات، لا أزني لا أسرق، هذا مو كل شيء. أساس هذا كله تؤمن بالله، ليس كلام، إيمان راسخ في القلب لا يتزعزع، وهذا سهل حصوله، ولكن إذا مشيت في المسار وصلت. ونحن ورينا لكم في سر الأسرار، جيم واحد جيم اثنين، سوي حاجات تبدأ تنعش الإيمان من حالة يعني في إسعاف له، حتى يرتفع شوية، أنوار تجي من برا من غير، وأنت تساعد. كيف؟ تقول لا كلام الله ماشي صح، هكذا. فهذه المشاكل، الصحة مثلا، المرض يعني حتى تكون صحيح على طول، سورة الفاتحة اسمها الشافية، مو مستشفى، شافية، ما تقع ما يصلح عندنا الخلل، نزبط بعدين نشوف السلاح. هذا سهل، دقيقة واحدة خلصنا صار الشفاء. أي شيء، لكن ما يحصل الآن سببه إيش؟ القارئ يقرأ على المريض ويزداد المرض.
أو على الأقل لا يقع، أو على الأقل ينتعش شوية وبعد كم ساعات ترجع الأحوال مثل ما هي. لكن أنا قلت الفاتحة، قرأت الفاتحة، معناته لابد يحصل الشفاء، أخرج من هناك بيقين أن هذا الشفي انتهى، عندك قوة عالية رب العالمين هو المتكلم. قوي هذا الإيمان وترى العجب، سعيد مرتاح بدون مشاكل. مرأة ولا رجل؟ ابن آدم وأمة الله تأخذه، خذ الكتاب بقوة، مو يعني خذ الكتاب مزعه كذا قوة، إيش معنى بقوة؟ ما كان في كتب، خذ الكتاب بقوة يعني بإيمان قوي. طيب إيش كمان؟ الرزق، الرزق ما في أسهل من الرزق عند ربنا، خاصة للمسلم. ما تشيل هم الرزق، فورب السماء والأرض إنه لحق، رزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شوف سهولة النطق، هذا حق مو في يد أي أحد أعلى منهم في السماء، مو يعني فوق في السماء فوق بعيد ونجيب له دلو يجيبه ولا يرسل ملائكة عشان يوصله لك، ما هو في المرئيات، ما هو في المشاهدات، ما هو في ما يملكه أحد من الذين تراهم. حب ميكائيل مسؤول، وميكائيل ماشي تمام، ما يريد الله يفعله هو شغال. فورب السماء والأرض إنه لحق، حق في الغيب يأتيك، وبعدين فتح لك أبواب ثانية علشان يبغى يساعدك شوية. يعني مو معناته الواحد يجلس ويقول فورب السماء والأرض إنه لحق خلاص بيجيني رزق إلى حد، لا، تحرك ولا تجعل تتعلق بحركتك ولا بسببك. أكثر الناس رزقهم من جهة واحدة، إذا لو كبير رزق كبير كل يوم كل شهر كذا كذا فلوس رقم كبير، خلاص يقول أنا عندي شغل هو هذا حدد. طيب إذا مرضت، إذا فصلت، لا ما في رزق، أنت حددت على الله هذا رزقي، يعني هذا الباب. ما قلت يا رب لا ترزقني بغيره، بس تقول كيف أنا ما عندي شغل، كيف يأتي المال، كيف تأتي الفلوس، المال لابد أن أشتغل. هذا كلامك الذي تربينا عليه من المجتمع ومن بلاد غير المسلمين، وأخذناه وترقفناه، حتى الشيخ صار يقول كيف هو قال في القرآن. طبعا ما يمشي لو نسويه، ما يمشي إلا بالإيمان. إيش يقول الله سبحانه وتعالى؟ استغفروا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل، أقرب من حبل الوريد، يرسل السماء عليكم مدرارا، تحتاج الموية، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، أموال، أيوة أموال، هو يقول رب العالم يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إيش نسوي؟ قال استغفروا ربكم، ليس لفظ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفرت؟ لا، ما استغفرت، هو قال استغفر يعني أطلب المغفرة. لما وأنا مجرم واروح الواحد اقول له سامحني 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 سامحني، ايش تقول انت؟ خصمك يقول لك ايش تقول؟ سامحني 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 سامحني، خليني اخلص الالف. كيف هذا؟ ما ادري كيف دخل علينا هذا، هذا من الف سنه انخبلنا، صرنا نفعل افعال المجانين. استغفر، ابكي، اندم، هذا استغفرت انت خلاص،
أحسن من أبو 100,000 سواها. استغفر، اجلس بين يديه، ابكي، أظهر دموعك، أنا غلطت. لو ما غلطت أنت تصلي، قول يا ربي أنا مذنب. إيش ذنبك؟ صليت بدون خشوع، صليت وأنا غافل. يعني أنا مرة سألت واحد قال لي أنا الحمد لله ما إحنا كويسين ماشيين مع ربنا، لا نزني لا نسرق لا نغش لا نخدع. قلت له هذا ما يكفي، في ذنوب كبيرة اسمها الكبر داخلي. هذا أنا صليت وأنا أعبد الله، تكبر على الذين لا يعبدون الله، هذا ذنب الشيطان، طلعوا من الجنة. العجب، الرياء، شوفوا أنا كيف، النفاق، هذه أشياء خطيرة. الإيمان مستواه منخفض جدا جدا مع الأعمال الكبيرة دي كلها، أيضا هذا خطير، لأنه يجعلك تتوه في متاهات إيش الرياء والنفاق والكبر. لكن لما يكون الإيمان عالي بالله لا ترى غير الله، لا ترى، هذا أراه بشر قدامي لكن كمثل الدمية، لا يضر ولا ينفع. من الذي يضر ينفع؟ نقول بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هو طيب الدمية هذه يعطي؟ لا، سبب هو عشان بيختبرنا الله، شوف العطاء جاء من فلان وجاء من فلان، قل له شكرا والحمد لله. منع قال لك مفصول. شوف المؤمنة، واحدة مؤمنة إيش سوت؟ جاءوا أقاربها بعد أن توفي زوجها، قال الله يعينك دحين كيف تسوي، لكن يا الله عظم الله أجرك، الله يعينك إيش تسوي، الله عظم الله أجرك. هي فتحت عيونها كيف، قالت ذهب المرزوق وبقي الرازق. هذا المؤمن، هذه المؤمنة، ذهب المرزوق وبقي الرازق. هل يخذلها الرازق؟ لا، يرسل لها، لكن هذا إيمانها. لو واحد إيمانه ضعيف قال ما تصح، الله ما إيش أسوي، ما داري إيش أسوي، يا ربي أرزقني، ما يرزقها، لأنها ألفاظ تقول اللهم أرزقني، ولكن في الداخل كيف يعني، كيف الزوج هذا كان يجيب فلوس، الآن كيف يجيب هو فلوس؟ ما تقول هذا الكلام، بس جوه مزروع، لا جوه خلي نظيف 100%، وشوف ايش يوريك الله العجب، يقلب لك الكون على أساس هو يخذلك وأنت تلجأ في إليه. كيف دخل فينا هذا الرعب وهذا الخوف وهذا الفساد؟ الإيمان، دين بلا إيمان خطير جدا جدا، لأنه يجعلك مرتاح من جهة خلاص الدين زبطنا، الباقي قدر الله وما شاء فعل، وكله صح. الدين اللي انت ماسكه صح، وكلمة قدر الله وما شاء فعل صحيحة وقالها رسول الله، لكن تفسير مخلوق ليس تفسير الخالق. قدر الله يعني هو جعل القدر هذا اللي هو الضرر اللي أصابك، موت القريب اللي كان يعطيك فلوس، قدر الله، صحيح قدر الله موته، قدر الله موته، قدر الله أنه فصلت من الوظيفة. لو ما هذا القدر غير موجود من عهد آدم مكتوب كل شيء، غير موجود مستحيل يصير القدر الذي ليس موجود، أن لا أستطيع أطير، أجيب أدوات مو مشكلة، لكن أنا إنسان لا أستطيع أطير، لا أستطيع أغوص في البحار والمحيطات مثل السمك، هذا ليس قدر لك، لكن الموجود اللي ممكن يصير للإنسان كله أقدار، أنت سلمت لقدر وقلت هذا نصيبي، أنت اخترته، أنت قبلت به ونسبته إلى الله، والله ما ينسبه إلى نفسي، ينسبه إليك، ما أصاب مصيبة ها فمن نفسك،
تبغى يتغير القدر هذا، قدر هو قدر الله، لكن تبغى يتغير غير في الداخل. آمن بربك والجأ إليه، بسيطة توهون عنها. إيش هو قال؟ ربك بعيد، ولازم تكون عندك شروط، حتى إذا قلت ألو قال لك نعم، لا ما في شروط، الشروط عندك في الداخل. تؤمن بالله ورسوله، والذي ما شاهد الفيديوهات السابقة يشاهد الآن. هل كل مؤمن، كل مسلم مؤمن، كل عالم مؤمن، كل مفتي مؤمن، كل عابد مؤمن؟ لا، غثاء كغثاء السيل بسبب الإيمان. الآن غربة الإيمان ليس غربة الإسلام. طيب، فالخوف حتى يصير الأمن برضو خليك مع ربك. وسيدنا إبراهيم عليه السلام يعني لما خوفوه من النمرود، هذا واحد نفر اللي هو سيدنا إبراهيم، وأمامهم النمرود وجيشه يعني طاغي، فماذا قال؟ واحد مقابل القوة هذه العظيمة، قال إيش لما خوفوه؟ قال كيف أخاف ما أشركتم، أيوة، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني شيء ما قرر الله، تخافون ليش؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، شوف أي الفريقين، أنا ولا أنتم؟ فالله أجاب قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما في نظيف، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شوف جمع لك الله حاجتين، هذول مهتدين وهذول لهم الأمن. من الذي يقول لهم الأمن؟ خالقهم الأقرب من حبل الوريد. نام محل ما تشاء، لن يصيبك شيء، بس أنت معتمد عليه لا يخذلك، اعتمد عليه في الصحة، في الرزق، في المشاكل كلها. يعني في القديم مكتوب أخبار، ذهب ناس يصلون الاستسقاء في مكان ما، ليس في زماننا هذا، قديم، ورجعوا ووجدوا واحد واقف في الطريق، ما ذهب يصلي معهم، هم راجعين شافوه، قالوا له ليش ما صليت معنا؟ قال أنتم ماذا فعلتم؟ صلينا نستسقى، هل تريدون الماء؟ قالوا نعم. هو واقف ما راح يصلي، دعا الله وتوسل بضعفه أن نزل المطر، هم قاعدين يتفرجون فيه، ما أدري إلا السحاب تجمع 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 ومطرت. هذا دعا الله الأقرب إليه من حبل الوريد، اتصل وهم مفصولين يقولون يا رب، معلش هذا مفصول ما ينفع معه شيء. مرة في ناس يقرؤون سورة البقرة عشرات المرات، في واحد 3 شهور يقرأ سورة البقرة على أساس يخرجون الجن، معلش أيوة هذه في إضافة جديدة نسيت مكتوبة هنا، علشان الجن يخرجون من البيت. بعدين زرته أنا قلت له إيش في؟ قال لي يا أخي لي 3 شهور أنا أقرأ هذه، وهو ملتزم وطيب ومن حلال، لكن مفصول ما يفهمون هذا الشيء. قلت طيب الرسول عليه السلام الحديث إيش هو حق سورة البقرة؟ قال ما قرئ 3 أيام في بيت اللي خرجت منه الجن والسحر ذي الأشياء. قلت له 3 أيام أنت 3 شهور ما صار شيء، يعني الحديث غلط ولا أنت تقرأ سورة ثانية؟ يمكن تقرأ سورة قل أعوذ برب الناس مو البقرة. قال يا أخي أنا حفظتها غير، أقرأها كل يوم، إيش بك أنت تضحك علي؟ مدري إيش كل يوم تأخذ مني كذا ساعة، في يوم تركتها؟ قال لا،
طيب هو المطلوب 3 أيام ما خرج وخلاص في مشكلة. قال إيش المشكلة؟ قلت يمكن الرسول ما قال كذا. قال لا حديث صحيح ورواه ورب. قلت له طيب إذا يمكن القرآن غلط، أنا أبغى أسحبه شوية يعترف بحاجة. قال أعوذ بالله، إيش هذا الكلام أنت تقول؟ قلت طيب إيش الحل؟ يعني رسول الله قال كلمة فيصل، هذه لازم تحقق، أنت في حقك ما تحققت. قال لي ما أدري ما أعرف. قلت له لا أنا أعرف. إيش هو؟ قلت الإيمان. قال له إحنا مؤمن بالله. قلت له لا، الإيمان المطلوب أن تؤمن. إيش معنى تؤمن بالشيء؟ تعتقد اعتقاد جازم، تعتقد أنت مؤمن بالحاكم. إذا قال لك أنا أحل المشكلة الفلانية إيش تسوي؟ تروح تحكيها لآخرين؟ قال لا خلاص ما يحتاج، من بيحل المشكلة؟ هو أكبر واحد يحلها خلاص. قلت له خلاص هذا إيمانك به، مؤمن جازم به. يعني سيدنا عيسى عليه السلام، قلت له هذه الكلمة، سيدنا عيسى عليه السلام جاءوا له بواحد أعمى وهو يشفي الأعمى ويشفي بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله، وعاد ما يحتاج اشتهر بينهم. جاء أبو الأعمى هذا لكنه قال كيف يعني بس يمسح الواحد يشفي يده؟ قالوا هذا نبي الله روح الله ما أدري. عاد شوف كلامه راح، لكنه من جوا راح. ولما شاف سيدنا عيسى كشف الموضوع، هذا ما يحتاج. فقال له اذهب إلى في مكان مخاضة طين، قال له خذوا من الطين هذا وامسح وجهك، وبعد ذلك لطخ وجهك بالطين ثم اغسله بالماء تبصر. هو راح مبتسم قال ايه هذا صح، في 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 سر في الطين وفي الإنسان لا. فراح وجهه من الطين وغسل وجهه لطخه، بعدين غسله بمويله وفتح. فإيمانه وداه. فاللي يؤمن بالأعشاب يتعافى من الأعشاب، يؤمن بالطب الحديث يتعافى، واللي يؤمن بالفاتحة يتعافى، واللي يؤمن بالدعاء يتحقق. أما الذي في نفسه كيف؟ أين الله؟ أين يسألون أين الله؟ إيش أين الله؟ لا يسأل الله أين. حديث الجارية في مشاكل، ولو صحيح نأخذ الأصح والأصلح لنا، أقرب إليه من حبل الوريد. هذه آية في القرآن، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يبغى لك اتصالات ولا تعب ولا أي يأس ولا شيء، بس آمن بهذا الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد، آمن به وألح عليه وأبكي معاه واطلب منه، قل من راح لغيرك لأي مشكلة. ولا تستعجل ولا تغضب، يعني تقول أنا خلاص كلمت الله ما في فائدة. لا، مو على كيفك، هو على كيفه، يعرف أنت كم نضجت كم صدقت، ها يحقق بعدين. أما قبل لا، أنت قل له أنا بين يديك، يمكن عندي مشاكل كثير، ضبطني واستجب لي. وإذا بدأ يضبطك لاحظت يعني في أشياء، هو يعطيك علامات، يعطيك علامات في الحياة لك لوحدك تكتشفها وانت ماشي، انه بدأ التغير. تغير المؤمن غير عن غير المؤمن، حماية المؤمن غير حماية غير المؤمن. في ناس في مناطق حروب، ها لا يدرون ان هناك حروب. ايوه انا صح تذكرت الجن. فالذي عندنا من الامن هي داخله في الامن، الخوف والامن مع بعض. فالتحصين، التحصين من الجن من السحر من العين سهل جدا بدون اوراد. انت تستطيع أن تفعلونه مع أنفسكم، غيركم لا، لازم هو كمان يمشي في طريق الإيمان. نحن فرطنا في طريق الإيمان من 1000 سنة. والله الساعة راحت، كنت بختصر هذا اليوم لأنه فيديوهين. فالمهم ما الذي كنا نقول؟
التحصيل بدون الأوراد. ليس معناته أنا أدعو إلى عدم أخذ الأوراد، أخذ الأوراد كثير، لكن معها شيء ثاني، إن أخذت الأوراد أو لم تأخذ مضبط نفسك، اللي هو نعيد مرة ثانية، الإيمان بمن هو أقرب إليك من حبل الوريد. الإيمان بالله، الإيمان بربك، اليقين عليه. لا تقول كيف أحصل اليقين، أنت جاهد، مثل ما تبني عمارة، مثل ما تدفع مال من أجل السكن، أي شيء أنت تتعب فيه، أنت يتعب لهذا، أقول أبغى أسسها، ضبط هذا، أنا غلطان. مواعيد الله مكتوبة في القرآن، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ليس عملوا الصالحات وعملوا الصالحات، آمنوا، ليس أسلموا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله وآمنوا بالأعمال الصالحة وآمنوا بالآية القرآنية، آمنوا قل أعوذ برب، قل أعوذ برب الفلق، المعوذات تقرأها لا يصيبك شيء، هي 11 آية، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، والسحر 11 عقدة أقصى حد، وفي الطاقة يقول الشاكرات أيضا 7، وفي 4 إضافية 11 عقدة، هم يعقدون على الشاكرات، لكن إيش حبال ولا المهم أي شيء، هذا الذي يعرف، ما يعرف مو مشكلة، ما لها داعي المعرفة هذه، لكن المعرفة معرفة الله، معرفة الله جل جلاله، اعرف ربك وإيش مجهزك بشيء. الجن تخاف من المؤمن، لا يأتون إلا لغير المؤمن، حتى السحرة في بعض البلدان اسألهم، اسألهم، ينظرون للواحد، ينظرون لعينيه، ثم يقولوا لا أنت لا نستطيع أن نعمل لك شيء ولا نساعدك في أي شيء. مؤمن يقولون هذا ما نقدر، ما يقولون مؤمن هم، بس يقولوا في شيء أقوى مننا. غير المؤمن على طول يقول نحن نهندس لك هو كما تريد. فأولا التحصين هو الإيمان، تؤمن بالله، يخافون الجن، يهربون، البيت الذي أنت فيه هم يخترقوا الجدران، ليس مثلنا، ها؟ لازم من الباب افتح قفل، لا، هم يخترقون الجدران ويدخلون، يروحوا الحمامات، يروحوا الغرف، يروحوا كل شيء، يتفرجوا معك التلفزيون، تقرأ آية الكرسي هو يقرأ معك، تقرأ سورة البقرة هو يقرأ معاك. ترديد، يردد، أنت تردد هو يردد، لكن إذا مؤمن هم يعرفون من الخارج. ما تشوفوا عندنا في السعودية يضعون استيكر لصقة على البيبان، المطاعم، مثلا ما أبغى أذكر أسماء، يضعون الاستيكرات، هم يرون ستيكر، مشوا هذه عدوها، يرون علامات إنه هذا البيت فيه مؤمن، ابتعدوا لا تذهبون إليهم، يعرفون من بعيد، إذا شافوا مؤمن يخافون، المؤمن يخافون منه، الإنس، الجن الذين غير مؤمنين، أما المسلمين فلا يؤذون أحد، يخافون منك بالإيمان، بدون الإيمان ما يخاف منك أحد. فإذا تحصنت، تؤثر التحصينات، ما حصن، ما تحصنت، أنت في أمان، لأن عندك الإيمان، أولئك لهم الأمن، من هم؟ المؤمنون، محتاج أوراد، محتاج شيء، إن جبت بالوراد فهذا خير بركة، لكن الأوراد لوحدها ما تفيد ولا تنفع. فالمهم أخونا هذا قل الإيمان، قمت جبت له مثال الذي شفته في الفيديوهات السابقة، الأكسجين، قلت له المخلوق يفعل هكذا، ربنا لا تحيزه، أنت قل له معي ومع هذا عدوي ومع الذين يضرون الناس ومع الجن، مثل الأكسجين محتاج كل شيء، هذا الله ربنا جل وعلا لا يحده حدود.
ما من نجوى اثنين إلا هو ثالثهم، مو ثالثهم يعني واحد نفر، لا، هنا وهنا أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب من حبل الوريد، عشرة أقرب إليه من حبل الوريد، مليون أقرب إليه من حبل الوريد، كل واحد منهم. المهم هذا الإيمان، تؤمن بالله وتكون مع الله ويكون معك، اسمه الولي، وأنت خليك ولي، ولي الله يعني يتولى الله، ما يتولى غيره، والله يتولاه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الله يحارب عنك، الله يدبر عنك، يسوي كل شيء، الفيروسات هو يعرفها، والصواريخ الكبار هو يعرفها. يعني في ناس ذهبوا لأماكن فيها انفجارات، الشارع كله تدمر والبيوت، وهو لم يصبه شيء. هذا مو كلام خرافة، كلام مؤمنين، حتى مؤمنين من غير مسلمين. هذا لو تشوفوا في كتاب ذكر هذه القصة عن نفسه ومعه أشخاص، ماتوا الناس وتدمروا إلا هو لم يصبه شيء. إيش يقول؟ يقول ما كان أن يصيبني شيء، لأن ليس عندي الخوف مثل ما عندهم. جاء الخائفين، لذلك من ضمن النصائح اللي أرجو أن الله سبحانه وتعالى يعم بها المسلمين، لا نسمع للأخبار كلها سلبيات وكلها تخفض وتخيفنا وترعبنا. أي واحد يخوفك ابتعد عنه. أنا أخاف الله فقط، والله أنا معه آمن، ها؟ فما في شيء يخوفني. الحامي الله اللي شايف كل شيء وعارف كل شيء ومع كل شيء، خلاص هذه أكبر حماية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا بفضله وأن ينعم علينا بقوة الإيمان واليقين. لا، ليست وصفة، في ناس يقولوا كيف نؤمن، علمنا عرفنا، ليست وصفة سحرية أقول مثلا اعمل كذا سوي كذا سجاك الإيمان، لا، مجاهدة سحرية، أيوة مجاهدة منك أنت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وتحط الحب للخلق وللخالق، ها؟ وشوف الخير كيف يأتي، ما في معاناة في المسلمين، ما في معاناة في المؤمنين، لا معاناة، لا تعب، لا خوف، ولا خوف من الرزق، ما في خوف من الرزق، استغفار، إذا ما في أسباب ظاهرية في استغفار، في التقوى، التقوى ذكرناها هناك، منهم الذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم، التقوى مو معناته ناس توب، ما في توب في الإسلام، فيه لكن كله توب بس درجات. فهذا يعني ضروري ننتبه لهذه الأمور، هي أمر الإيمان، أولئك لهم الأمر وهم مهتدون، ما في خوف، ما في خوف المرض، ما فيش. طبعا هذا يمشي بعد فترة، نشوف سر الأسرار اللي هي فيها الصلوات صباحا ومساء بالاستشعار دقائق، ها؟ وكذلك الصلوات الخمس كل مرة كم في المية من الدقيقتين، كم في المية؟ واحد. أسبوع أستمر، واحد تجي تروح، ما تضبط ما في مشكلة، غلطت بعض الأيام بعض الصلوات ما ضبطتها ما هي مشكلة، كمل، لا تقول من جديد، عشان كل مرة تقول أبغى أكمل 60 يوم 90، مو 90 يوم 60 يوم للأبد، خلاص عشان الشيطان هذا يقفل، ما يقول لك خلصت المدة ما صار شيء للأبد، خلاص كذا على طول قفل على الشيطان الطرق ونمشي، وإن شاء الله الأنوار تجي والله يرى. يقول ما قعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وما قعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله ألف خير.